أبوه لشيرين عرف إنك عايش وقال بده يشوفك ضروري. حاولت الهيلة فانت مو بهالسرعة هي. أستاذ هاي عم يقول لي الأحسن إنه تبقى شيرين فترة بالمشفى عنده. بأي مشفى؟ الأمراض العقلية؟ في أمور بتخوف عم بتصير ليفانت. شو في شبكه؟ لا يكون في شيء مخبي علينا. مرحبا. حضرتك بتكون جد محمود ونيسان ما هي؟ نعم حضرتك. وأنا ستن أم أبوان سام. امرأة. في شيء كتير خطير ومهم أنا مخبي عليكم بصراحة. سام لساته عايش. يوميا 7:15 على الـ MTV.